أنا الدكتور بكري معاز، أعمل في مشفى ميم واحد مدينة حلب، أحد مشافي الميدانية بمدينة حلب منذ بداية دخول الجيش الحر لحلب 2012. أخي الدكتور وسيم باشر معنا كمان من البدايات، كان بالبداية يعالج بمستوصف، بعدين انتقل بعد ما انقصف المستوصف اللي كان يشتغل فيه بمنطقة الهلوك، كان هو حتى موجود بالمستوصف، حتى يعني الحمد لله ما تأذى هو، بس يعني صار في أضرار جسيمة بالمستوصف خرج عن الخدمة، فانتقل للعمل بعدها بمشفى الحكيم ومشفى القدس هون بالسكري. متفاني في عمله، كان يداوم صباحا في مشفى الحكيم بعد الظهر ومساء إسعافات في مشفى القدس. نقول له كثير انه طلع لعند اهلك مثلا زور الوالد والوالده، يقول لي طب مين بدي اترك انا هون محلي؟ فكان ايام بثلاث اشهر اربع اشهر يطلع له اربع خمس ايام يزور الوالد والوالده. لانه فعليا وقت عم بترك هون كان مشفى القدس ما في حدا ابدا، فكان يتسكر قسم الاطفال بمشفى القدس. كان عنده تقريبا عنده شي 80 معاينه كل يوم بمشفى الحكيم، عنده هون بحدود 50 او 60 اسعاف في مشفى القدس. فكان كميه ضغط كثير كبير عليه بصراحه الفتره يعني الاخيره، كثير صار في ضغط عليه. القدس اكثر من مره كمان حاولوا استهدافه. هو الغايه قتل الطبيب، وبتقتل طبيب في مقوله انه بتقتل طبيب تقتل بمقابله مئات الناس او مئات المرضى، لان انت قتلت طبيب وفي مين يعالجهم فعليا، والطبيب عم بيقاوم النظام، هو فعليا المجرم بايده بمشرطه بسماعته. فالنظام اي واحد يقاومه فعليا بده يحاول يخرسه باي شكل من الاشكال، ولو كان بالسماعه تبعيته عم يقاوم النظام، فخلاص هو هدف. ف يعني انا دفنت اخي ورجعت يمكن بعد ساعه كنت عم بشتغل عمليات. مشكلتنا نحن ما عندنا يعني ما عندنا وقت نفكر انه نحزن، لانه فعليا بين ايدينا ارواح. يعني وقت انا بدي احزن على اخوي ابرك او ما اشتغل راح اخسر واحد ثاني او شخص ثاني او شخص ثالث او شخص رابع. فانا ان شاء الله ان شاء الله انا ثابت بحلب، ان شاء الله ثابت لحتى نقهر النظام المجرم ان شاء الله.